رصيف 4 الساعة 7:30 في ميعاده. ديزل اسكندرية يغادر رصيف 4 إذ واحد هيولع في ميعاده. ما شاء الله أخينا. يلا يا أخينا. اعمل لك كلمة يا بلدينا على القطر هيقوم. مصل يا راجل افهم اللي بقوله لك. يلا. ما تقول الزقازيق مش من هنا، اسكندرية هنا. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ بقول لك هنا اسكندرية، فهمت؟ دي حاجة تخبط المخ. جبر حملوني طلعوني. وقف يا بيه. ناوي وقف يا بيه. وقف يا بيه. ده معاك وحياة أبوك. الحر عامل عمايل النهاردة يا بنات. إن شاء الله يا رب الدنيا تولع أكتر، خلي الناس تشرب تزوزة. ما تقريش يا أم رمش قصير، لحسن بعدين يشربهم بفيه وما ينفعناش بنكلة. النبي توريني فيك يوم يا منصور، مضايقة علينا ومحلق على رزقنا. يا أختي مش مكفيه اللي بيكسبهم البوفيه. لا يا أختي مش مكفيه، لازم يكسب ويحط في قرش. فطونا من السراج بقى، لحسن ينطنا هنا. وماله يا أختي؟ ما احنا قاعدين أهو في البوفيه بتاعنا. ولا بس هو اللي عنده بوفيه؟ أوعى بك. مالك يا هنوم؟ اللي يشك في كرش منصور. ماله هو قفشك؟ لا، صلت عليا لو مباشر حسنين فضل يجري ورايا لما قطع قلبي. ان شاء الله ينقطع قلبه. وجردلك فين؟ مع قناوي. عز الحبايب يا قناوي. اخرسك اقطع لسانك. انا بص لقناوي يا اختي، ده بيموت في دباديبك. ده بيحوش لك المهر يا هنوم. طب ما تتجوزي يا است عزيزه، ما انتوا لاقين لبعض قوي. ليه يا اختي وانا برمرم؟ انت اللي مديها لوشه مع الشمال. عشم ابليس في الجنه. هو ناس ان انا مخطوبه لابو سريع ولا ايه؟ عارف بس مخبوط في عقله، متهيألو انك هتسيبي ابو سريع وتتجوزيه هو. الفجافيجو مين يا بنت؟ زازوكا حرامية. بس منصور لو ما تعتنم العفاريت بتعصيهم. شيل ايدك بقول لك. يا راجل راقب ربنا، انا بقالي 10 ايام مرمي على الرصيف الكحيان بتاع اسمهم ما عملتش بتعريفه. لما يبقى يجي دورك تبقى تيجي تشتغل على الرصيف ده. دوري واجيب منين فلوس ابرطل بيها الريس بتاعكم؟ تبرطل غير عشان يحن عليا ويشغلنا على رصيف عادل. ده بتعب في الشيخ بتاعنا ابو جابر اشرف منك انه بالسعر بتاعك. قول لي كده، هو ده اللي فارسكو؟ اوعى يا واد، عارف اللي اتعرض لي هروح فين ومال؟ ان ايدك لك صرف. قول لي يا خال. نعم. اسم الكريم ايه؟ ابو سريع عبد الحليم. الجود ابو سريع، قول لي وحياه والدك يا شيخ ربنا ينورهم لك ويديك العافيه. حسألك اسأله وتقول لي على الفايده. احسن خلاص والله العظيم روحي بقت هناك. ما تقول يا عم. شمندفر الزجازيق. شمندفر؟ دطر الزجازيق حق امتي. نعم اهو. قم. مد الشويه بقى وتتحصلوا ببنا. ازاي الجود غير ما نركبه؟ اما دطر جليل الحقيقي يودي ناسك. ايدي الحقوني الحقوني. عباس سلامتك. عباس تعال تعال معايا. عباس مش قادر. يا سليم ابو سريع، هنقعد لامتى نتفرج على بعضينا يا رجاله؟ شيخ سليم على جدار اهو. ما تزنش على خرابه يا ابو سريع. اطلع منها ويا تعمر. عاوز يعمل نقابه ويفرملك انت. انت قد مردك وحش كده ليه؟ ما تفهمني انت عاوز ايه؟ عاوزين ندور على نفسينا بقى، ما دام حد سائل فينا. عاوزين نعمل نقابه تلمنا وتضمن لنا لقمه العيش. هنفضل كده عايشين سداح مداح؟ عجبكم يعني الحال المايل ده؟ شفيق رزق اللي رجله اتكسرت الجمعه اللي فاتت حد سائل فيه؟ صبر شاهين اللي بقاله شهر رايد في بيتهم حدش قال له سلامتك؟ عباس عباس اللي ايده اتكسرت النهارده هياكل منين؟ النقابه يا اخوانا هي اللي تسندنا، هي الظهر اللي نقدر نعيش عليه. نقابه؟ نقابتي يا واد؟ انا رحت فين؟ انا النيابه، انا هنا الكل في الكل. واحد كده الحال مايل. اللي عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه يورينا عرض كتافه. لا الكلام ده كان زمان ايام الفته كده. طيب يا ابو سريع، ان كنت على حرمه لما جبت لك امر فصل دلوقتي. اللي في قلعك انفضوا. يلا عباس هات يا سيدي ياخد عدوك. يا عم نوصل يابا. كيف ما اصبحت يا ابو سريع؟ نحمد الله على المدبول، ربنا يصبحك بالخير. استغفر الله العظيم يا رب، ده حر من جهنم. اعوذ بالله. ربنا يلطف فينا. ايه اخبار النقابه؟ ربك مسهلها، مندوب مكتب العمل هيوصل النهارده. على خير كده بالحق، ده نسيت ابارك لك. الله يبارك فيك يا عم مدبولي. عقبال بالي يا عم مدبولي. ما تتجدعن بقى ولا عشان نجوزك. ايه؟ تعيش. والله يا ابني عملت طيب، هنومه جدعه وبنت حلال. والله يا عم مدبولي ما كان في نيتي جواز، لكن امر الله حصل. ربنا يتبب بخير، بس شد حيلك انت. لا شديد.
أهراكك لو تصح معايا حكايه النقابه. الواحد يكتب كتابه وقلبه من حديد. ربك كريم. عقبالك يا عروجه. وبعدين يا صلبه يا عم اهو كلام. انت بالك اللي زي ده هيتجوز؟ جوز قوي ما يتجوزش ليه؟ غيرش بقى لما يلاقي له واحده خارج بيت ولا عارجه زيه. حرام عليك يا طلبه يا راجل، خف عنه شويه يا عم. هو ده بيهمه؟ لا يهمه قوي، ربنا اللي يعلم باللي هو فيه. الكمال بتوجعه قوي، اذا كان لي خاطر عندك بلاش تقولها له يا ابني. اصل انا عارف كده. اناوي ما تنساش تنادي يا ابني عن حادثه رشيد النهارده. طلبه. ايوه. يعني لازم تكون عارجه. ما جمع الا لما وفى. واذا كانت عاره ما تنفعش؟ تنفع قوي. طب اتجوزني اختك بقى. خد يا عم، مش قلت لك؟ الله يجزيك يا ناوي. سيبني دلوقتي يا بس. معاك كاش تليفون؟ ما تاخدش على خاطرك من طلبه يا ناوي، يبقى فوت خليك بحبوح. انا ما ردتش على اسم عشان اختك اللي ردت علي. لازم اشوفك، لازم اشوفك. ده انت غيب 4 سنين. ماليش دعوه، هم واخدينك مني طول الليل حتى الناس في المحطة. قول لهم أي حاجة حتى الناس. يا حبيبي قطار شبين الكون يغادر رصيف 2. شوف واحدة معاك هنا حقطم رقبتك. وأنا هعمل لهم إيه؟ حاجة تفور الدم. ده الحالة زقزوق. حال ما يصرش عدو ولا حبيب. هو احنا ورانا بتوع السور وهنكسب؟ تعال طلبه تعال. عاطف انا حاطه في الدكان، انت ما شفتش الاداء كلها حاطين معاك ده الدكان. حبيبي في حلاوتهم، والنبي تخلي بالك من العفاكس. ما انت عارف اول ما اقول لك انفجر فيه ده. شوف اهو. Thank you.
البنت دي مش هترجع الا لما هيفقها لابوها. يا عم عطلتني، انا فاكرك عاوزني في حاجه عدله. دي زي القطط بسبع ارواح. شيال شيال. ايوه من البنت هنومه كان هيفقها لابوها. ونالي كنت شايله لي 3 سنة على ذمتي. ليه يا اختي؟ كنت هشتري لي عيش وحلا واجيب امك التخشيب. ما عدمتيش ابدا يا حبيبتي، ما تفضلك في رمضان. انا عارفه احنا ما بيسيبوناش بحسنانات. ما هو من قله البخت يا اختي، نخلص من الفجافيج ويطلع لنا منصور تحت البوفيه، نخلص من منصور يطلع لنا نضرب في قلب زقزوق. عيني علينا، البخت لاي والهم طاين. خبر ايه يا بنت وهي؟ انتوا حد قدامي ولا ايه؟ اللي عايزه تاكل لقمتها لازم تروح تطلع من حاجه سابقه. انتي تعبانة ايه؟ خلاص بقى هز الهلال يا بصري. عليك يا هندومة، النبي جدع يفتح النفس. بس يا بنت انت وهي بلاش كلام فارغ قدام البنت الصغيرة. كلام فارغ؟ يا اختي عقبال. قولي بنتي وضبي لي الصندوق خليني احط فيه هدمتين. انا بلاش يا اختي من غير معزلة ولا ايه؟ لا يا اختي، هخطف رجلي لحد فقوس وارجع لكم ما دام ابو سريع. خدي. يخرب عقلكم. كتكت يا قطتي يا حلوة. سيبهم بقاو. ايه اللي جابك هنا؟ ما تخافيش، انا عايزك تحاسبي من القطرات بس كده. اطلع برا. شوفي انا بقول لك اطلع برا بتاعك. لا ما تسعيش يا ناس. حاول كلمة واحدة بس، خليني كلمة واحدة. سيب ايدي، بقولك سيب ايدي. بصها يا هنومة. سيب ايدي يا مجنون. طب وشرف امي لو لابو سريع يربيك يا قليل ادب يا عروغة. شايفين شاهدين ورايا عيال وراجل طول. يلا تروح. Thank you.
يا وعدي ولا القمر الروس. اروي العطشان يا جميل. هو بيلف كام لفه الاغراب يلف من الصبح. يا جميل اتفضل اسمع. يلا وراها وراها. عريسوس 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 علي انا عريسوس. ما تزعليش يا لايكا. شيال شيال خد شيء. هات يا جنان. نزلنا الشنط يا هاني. مفيش يا سيدة هاني، هنودي العفش لمزينة ونجيبه على رصيد الساعة 5. العفش ده لازم يكون على الرصيد. حاضر يا أست هانم. وفقش على العفش بقى بتاع البيه الصغير يا شفيق فندم. حاضر متأخرش. ماما مستناك في البيت. ما انا سلمت عليه. هتسيبها كده اخر يوم؟ عندي ميعاد مهم. مالكش حق. اوروفوار. بس انتوا بتيجوا هنا الساعة 5. الفلوس دي زيادة. تعال خد النومة النومة. ايه؟ على مهلك شوية. ما تستني لما نمشي سوا. ايوه عشان نوصل السنة الجاية. اهي دي حلو. طب سابقيني يا عم. احنا قدك ده. انت اكس. طب هاتي عنك. عشت بس حل عني. يا ريت اقدر يا هنومة. ايوه 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 اشتغل لي. انا كنت عايز اقولك انه انا بدي افهم بس انت قاطرني ليه. معايا كلمتين. وفرت كاتمين على قلبي. اسمعي مني. هسمع من هنا وهسيب من هنا. زي بعض بس قول. طب قول. أنا يا اخويا قول بقى وخلصني بالذات. هنومة هنومة. ايه تعالي. يعجبك ده؟ وريني. لطشت منين يا منايل؟ لطشت ده ايه؟ ده ورث عنم. يبقى فالص. لا وحياة سيدي عبد الرحيم ده ذهب. البسيه هنا. البسيه. حلو. ده شبكتك يا هنوم. هياكل من رقبتي حتة؟ أقول مبروك؟ بس شكله بلدي. ردي عليا. بتقول يا جدع أنت؟ بقول أنا شبكتك بالعقد ده. كده خبط لاز؟ قلت إيه؟ يا أخويا ما تروح تشوف لك واحدة تانية. مش عايز واحدة تانية، أنا عايزك أنت. اشمعنى بقى؟ معلقة معايا هنا. ما تشاوري عقلك وتطوعيني يا هنومة. أنا بعزك قوي. ده أنا شيلك في عينيا الاتنين. ده أنتي ده أنتي أحلى من الصورة دي. بصي. لا أنت أحلى. <تصفيق
وبعدين نكتب كتابنا ونرجع البلد واخش عليهم وانت في ايدي واقول له مرتي هي مرات قناوي ده انت هتبقي شكاليطه في بلدنا يا بنتنا طبعا وبعد كده ابني لك هات بيت محنتك كده على البحر ولازم على البحر بعيد عن الزيتة والقطورات يا اخويا احنا طول عمرنا عايشين في الزيتة واخدين عليها لا الزيتة بتقلب كيان ناس حتة رايقة كده بعيد عن الناس في قبلي ونزرع لنا حتة ارض ونربي لنا عجلتين ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات وما نقساش على عيالنا ابدا ها وفي حد بيقسى على عياله نهايته وبعدين ما تكمل وبعدين العيال يكبروا وبعدين نجوزهم وبعدين يخلفوا لنا صبيان وبنات النومه بتقعد العاد اللي هتبنيه على البحر يا اخويا فوق لنفسك افتح لك بيبس انا كنت بتكلم جد جد هو فين الجد ده عمال تبنيني في بيوت وتربيلي في عجول وتسرح بيا السرحه دي كلها وتقولي بتكلم جد هتجيب ده كله منين انت حالتك اللضه ويعني يا جدع عقل شوف الدنيا ماشيه ازاي انا هنومه اللي قدامك وده جردل الكازوزه اللي قطع قلبي طول النهار وحضرتك سقناه اخبار اليوم المسا الجمهوريه اللي دارت تزك بيهم طول النهار بس حاجه تفلق شحاته وقلاطه انا راجل شغال وكسيب زي مين في الكسيب ابو 15 قرش زي ابو سريع طب ده ابو سريع بيشتغل انا كده اشتغل ب 10 زي ابو سريع اسمع ابو سريع ده خطيبه وهيبقى جوزي عايز تحط راسك من راسه يا عروجه انت بس مش عايش جرالك ايه يا قناوي هاتي العقد اخيك هاتي العقد خد هاتي اخسر في جتتك ده انتي لا ما تزعلش ما تزعلش امال كل شيء اسمه نصيب قناوي قناوي ايه المكذب تعال كلم ابوي عايزك ضروري يلا يا عم قناوي اوان اوعى ايه الحداقه دي انت هتطبطب عليا يا عم سيبوني ناكل عيش هو زميلك برضه يا ابني سبحان الله ثم هو الذي وصل اولا خد منه الشيرة يا جدار الواد ده موقوف عن الشغل بامر مين يا ابو جابر بامر الكلام ده كان زمان يا عالم القطار لا ينتظر احد هذه مهزله ان هنا بقى اتفضل يا استاذ ما تزعلش والراجل فيه متعرض لي ايوه كده انت جدع الواد ده فجر قوي ما هو مسنود واللي له ضهر ما نضربش على بطن مين بقى اللي سنده لفنت بتاع مكتب العمل كان معاه النهارده الصبح خليك ساكت لابو سريع لما يبلع ده في عبه هعمل ايه اكتر من كده شوف لك طريقه هو قاعد يبني في نقابه وانت عمال تبيع في كلامه بس هعمل ايه يا جدالله حته واد زي ده هيفركشنا وقعنا ببعض انا احترت وياكم استغفر الله واتوب اليه هذه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها اسمع يا بني لا حول ولا قوه الا بالله لا حول. لديك فكت نصفين يا ابني موجود فكت يا استاذ الشكر لله يا ابني اعمل لك كوبايه شاي معايا وبعدين نشوف بقى حادثة رشيد اسمع اسمع يا ابني اسمع
قصة في صندوق لمراسلنا في رشيد. عصر أحد الشيادين فحطت رشيد على صندوق خشبي متلطخ بالدماء، وعند فتحه وجدت بدخله جثة امرأة مقطوعة الرأس والذراعين، وقد قرر الطبيب الشرعي إن القاتل استعمل في ارتكابه الجريمة منشارا أو سكينا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ترى بالمنشار؟ أطح حتت وحطها في صندوق. بس استعجب يا ابني، وما مسكوش القاتل ولا عطروله على طريق جرغة. اهي بلاوي والسلام. الله، انت رايح على فين؟ والشاي يا ابني. الله، يا بيت. ودول كمان. الله، انت هتحجر عليا من دلوقتي؟ مش لازم نحوش قرشين عشان الفرح. تومي، تسيب في القرشين كلهم. ما انا خايف اللي يروحوا مين. لا ما تخافيش، انا عارف قيمه القرش اللي بعرق بيه، اللي بكسبه بالخناق. خدي دول دلوقتي، ولا اقول لك كفايه عليك دول. وهتبعد كل اللي معاك يا بنت. حق الدخان. يلا بقى، باي باي. لا يا اخويا، الدخان اهو. هات بقى. اتلمي بقى، مش عاوزك تنزلي الشغل. حاضر. مش عاوزك تلزقي لي كده في الرايحه والجايه. مع السلامه. ايه؟ كنت جاي اشتكي لك من الواد قناوي. انت اللي بتشتكي؟ ده انت طوب الارض بيشتكي مني. سواق القطر والام باشا حسنين والواد زقزوق كلهم حاطينك فوق راسهم وزعقين. يا بنتي عقلي بقى وتلمي. الله، ما اصل الواد قناوي زودها قوي النهارده. ما عكس القطه تخربشك. والله انا مقتصرة عنه خالص. قصر الكلام، انا هقول لك كلمة حطيها حلقة في وداني. بقى الواد قناوي ده مخه مش راسي، عنده وش. اسأل عمي مدبولي، هو اقول لك الكلمة الطيبة تطويه وتخليه زي العيل الصغير، والكلمة الردية تقلب كيانه، تخلي مخه يشد ويعمل جناية. اديني فهمت، كنت حرة. كسبت 20 21 23 86. بليا، خلي بالك من العربية اللي ماشية. الله يخرب بيت. اطلع حرام يا ولد. اصلا ده ماله، جرى له ايه؟ Thank you.
من دلوقتي يا ناول عشان دمه متغير. معلش يا ناول، خلاص حرمت بالها. دلوقتي انا قوي ربنا يهدى. هو افتكر نفسه بقى ايه يعني؟ خلاص ما حدش ملعينه. يلا بينا. بتعرفي تكسري كلامي؟ ما عشت ولا بايدي وما كسر كلامي. انت ايه اللي نزلك الشغل تاني؟ ايه اللي نزلك الرصيف؟ كان في شويه بواقي قلت ابيعهم عشان ادبق القرشين. ادي القرشين، قلنا مش عاوزين فلوس، هنتجوز ببلاش. لا يا اخويا، لازم نروح فقوس نكتب كتاب هناك عند خالتي. انت فاكرني من غير اهل ولا رمايه ولا ايه؟ يا بنت مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ هدومي مع ناوي عشان تشحنه. بس اوعى على الصندوق. لك حطت رشيد، اقرا حطت رشيد، بس في صندوق، بس في صندوق، اقرا حطت رشيد. يلزمك حاجة يا خينة؟ دي ب 15 قرش. اتفضل. ايه ده يا ناوي؟ انت فين يا عم؟ ده انا كنت عاوز منك خدمه. النبي لو شفت حد بالرجاله بتوعنا قول لهم الراجل بتاع مكتب العمل جاي الساعه 5، عاوزهم كلهم على رصيف بورسعيد. انت شايل مني يا ناوي؟ هنو ما قالت لي انك زعلت ساعه ما زقيتك. معلش حقك عليا. Thank you.
ابو الهيه ابو الهيه خبر ايه ابو الهيه خبر ايه احلق لي بعيني الدين يا فين ابو الحسن شت من سريع ماتت لسام يا بناول ماتت لسام حملونا عاد حملونا ماتت لسام فرطان يا راجل سيبه ما تحرقش يا راجل اختفي عيب احلف المره تبعني يا راجل معلش روق دمك ده اصبح عبيط ما يعرفش حاجه واسمك بناوي عيط الصعيد وقت الصعيد بخيبك وش ده روق دمك انت عبلي بعينيه ولا عبلي بايديا ما كله من تحت راسك انت عاجبك ازاي طيب يا وش تعيين ليه اتغمغمت كبر اللي ملعبش اتغمغمت انا بقولها لكم كلمه حكمه محدش منكم يطلع من خلفي ابدا كلنا رجالتك يا ابو جابر يمكن حد عقله يوزه على بنابه ابو سريع يبقى ذنبه على جنبه بالعربي الفصيح هقطع عيشه العذاب بيد الله ابو جابر حيلك شويه عشان يصدقوه لا يصدقوا الباكش بتاعك انت من امتى بقالك حس يا ابو سريع انا حسي عالي علشان الحق معايا علشان عاوز اخدم ولاد كاري عمالين نضحي بصحتنا وعافيتنا لاجل ابو جابر نفر واحد عمال يتحكم فينا كلنا ليه ما يكونش كل واحد فينا حر نفسه ليه كلام حلو قوي يا ابو سريع بس يا خساره يا خساره ما يجيبش همه ما يوكلش عيش يا ابو حد عارف ياكل عيش كام ده ما تخلي الطبق مسطور قص الكلام يا اخوانا انا لحد دلوقتي معايا 32 واحد فاضل 18 عشان نعمل النقابه اللي له غرض اهلا وسهلا استنى انت اهو انت يا ابو سريع واخد الدنيا في عينك ولا ايه؟ احتت عافيه يا عم انتوا اللي متعافين علينا يا ابراهيم اتلمك يا طلع وصل الشر ايه؟ في ايه؟ مالك يا طلع؟ ابن امبارح يا سيدي عاوز يتمرس علينا ويعمل نقابه نقابه؟ وده كلام يا ابو سريع؟ انت عاوز تعمل فركيشه؟ يا عم سيبنا في حالنا كفايه عليك انت البوفيه والقهوه اللي مكوش عليهم انا قلبي عليكم لو سبتم ابو جابر مش هتعرفوا تكسبوا ولا مليم هتبقوا زي بتوع الكازوزه اللي عمالين يتنططوا في الارض وشرف امي اللي عمل لهم نقابه هم رخيص تستجري والله المك في السجن استجري ده يلمك ولم اللي زيك سيبه يا واد اخي اوعى انت وهو ما انتوا الاتنين سوا المصايب كلها واحد بياكل حق الشيالين والتاني بيقطع رزق البياعين يسيبونا بقى ناكل عيش رقبوا ربنا انت وهو معاد النهارده الساعه 5 اللي عاوز يجي على العين والراس واللي مش عاوز هو حر ابو سريع خدني معاك يا عم مرحبا بك اهلا اهلا خذ لي رجالتك يا ابو سريع اهو كده يا ابو سريع 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 ايناوي والنبي هنومة هتديك صندوق زي ده فيه هدوم الفرح تبقى توصلوا لغايه مخزن الشحن لحسن مشغول شويه في حكايه النقابه الله ما تشوف لك عربيه تشيلوا فيها تبادل؟ لا والنبي عشان هنوم عاوزة صندوق كبير تبعت فيه دون فرح فقوس قلنا لا إلهي يهديك يا ابني ما تخوري من قدامي بقى لا تفتس مش حنوك فيها ناوي يا ابن أم ناوي ما شفتش هنومة؟ هنومة؟ لسه ماشي دلوقتي اهو. شوف لك طريقة، اقبض علينا. ارميها في السجن، في الحبس،
ما هو انا ما اقدرش احل معاهم يا منصور. دينك كام حنان. طب يا منصور يا تخين يا فشل، انت ما طلعت عينك ما بقاش انا يا ولاد الفجافيك. لا لا يا ولاد الفجافيك عامل حلقه ماشي مش فاتح عينك تاكل مال البريه. يلا مال يلا مال. الصحافه الصحافه يا سيدي الصحافه. الدور مروج اوام مروج اوام. ابعد يا بنت الله. الرئيس الجديد؟ ايوه. ما احنا قلناها مفيش مانع ابدا. سعيد هات يا اربعه في صحه الرئيس. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. سؤال كويس من فضلك شويه. ايه رايك في رضوخ المراه الريفيه لزوجها الى هذا الحد؟ رايي ان ده استبداد استبداد تحكم على جيل لا مثيل له في التاريخ. عظيم عظيم. تسمحي بقى سيادتك تتكرمي وتتعطفي علينا بصوره للغلاف؟ ما فيش مانع ولو اني من اعداء حب الظهور. ناوي تعالى. عارف انا بعت بكام لحد دلوقتي؟ 30 ساعة. معاكي فلوس كتير؟ تشتري العقد؟ العقد؟ طبعا. بس اوعى تغليه عليا. انا هنومة. لا. انا هديه لك هدية. هدية من قناوي. وانا قبلت الهدية. بس انا شايله في المخزن. تعالي نروح نجيبه. هتشتغل عليا يا واد. بس تعالي. بطل شقاوة بقى. وقد أعذر من أنذر وقبل أن أعلنها حرب متلبسة بالجريمة والجردة بإذن. إيه عايزين مني إيه؟ أنا مفيش جردة. فين البت هنوم؟ في جيب. قناوي والنبي تاخد الجردل ده. لأحسن لو مسكوني بيه ودوني في داهية. هستناكي بيه في المخزن. ما بلاش المخزن ده. عشان أديك العقد. يعني لازم. طب يلا بقى أمال. الله. يلا هتجيلي المخزن. طيب طيب بس يلا. اوعك يا جبله. ماسك البيت ليه يا ام باشا؟ يا فايده حاجه؟ امال طالعين تعملوا ايه؟ جايين نواجب الست الرئيس. كيف؟ انا الجردل شايفه في ايدك. النبي تتنعي. جايين تزعجوا السلطان. وديتي الجردل فين؟ فوتته للواد قناوي في الزحمه، خده وراح على المخزن. مخزن؟ والنبي تروح تجيبه لي منه. ما تروحيش انت ليه يا اختي على رجليكي مقشتي؟ يا بنتي لا. اصله بالعربي الواد قناوي بيبصبصني وبيعمل لي غراميات. يا خرابي وعايزه تبعتيني انا له. والنبي عشان خاطر. يلا 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 روحي هاتي. يلا اسمعي. هستناكي في الفيلا بتاعتي. الفيلا. Thank you.
اعمل شويه طلبه. دلوقتي يا اخوان الاجتماع ده تمهيدي، هنأيد الاسماء اولا ونشوف اذا كان العدد قانوني ولا لا. قانوني باذن الله. بركتك تحصل يا عم مدبولي. يلا شويه رجاله. والله افرض عليك يا ابو سريع. اديني عملت اللي عليا وجبت لكم الحكومه بحالها لحد عندكم. هتيجي تأيد اسمك يا جد الله ولا مستني دورك برضه؟ الطيب احسن يا ابو جابر. معلش نسيبك تقع يا ابو سريع، انا اللي هوضب لك توضيبه كويسه، خازوق مغر يطلع من عينيه. اوعى. مالك يا ناوي؟ عيان؟ صندوق. وفين الصندوق دلوقتي؟ ماشي. طب كمان خمسة. ما تروح انت يا ابو سيع تشوف شغلك، والبركة في الرجالة. وفي نفسك يا عم مدبولي. متشكر يا ناوي. اوصل يا ناوي يا ابني لحد الكشك احسن ما فيش حد. ايه ده؟ ايه؟ كشك كشك. ده ازاي الكشك اللي فيه؟ الله تشكر يا جد الله، هي قد ما نعدمها تعيش. والله يا ابو سريع انت قلتها كلمة حكمة. طيب احسن. ومفيش ايد تسقف لوحدها يا جد الله. معلوم، وانا وزنتها في دماغي وقلت حط ايدي في ايديك احسن. مرحبا بك، الخيرة في اللام يا جد الله. وده فيه ايه ده؟ ده صندوق هنومة اللي فيه هدوم الفرح. كده؟ مبروك يا ألف نهار أبيض. عبالك يا أمير. يلا يا جماعه بقى شطبوا. دي واحده يا كفندي. خلاص يا ابو سريع. معلش يا كفندي، ده صندوق هنومه. طيب عشان خاطر هنومه حطه في العربيه هناك. مين اللي هيستلمه؟ والله ما كانت على بالي الحكايه دي. انت مش مسافر محبوس برضه؟ باذن الله. خلاص يبقى المرسل ليه يا ابو سريع برضه. اتفضل. قول يا كفندي، القطر هيقوم امتى؟ الساعه 6. كتر الف خيرك وشكرا يا كفندي. ناوي يا ناوي يا ابني، انت كنت فين؟ ايه اللي جرالك النهارده؟ ولا حاجه. ليه؟ امال كنت فين؟ انا صندوق الهدوم. الهدوم؟ صندوق ايه يا ابني بس؟ بعتهم في القطر. لا بعت هنومه في القطر. هنومه. لا احنا هنتجوز خلاص.
لا احنا اتجوزنا. هنوح. لا يا سيدي ما شفتهاش، إلهي ما تشوف وحش. طب وحياتك يا ابني، دور لي على أبو سريع وهاتولي أوام. بس ركك على الجردل، عارف أنا لو عترت في الجردل. جردل؟ أمال جسمك جريمة. ربنا يفوت اليوم ده على خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ برب الناس من الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في حاجة غريبة حصلت. يا ترى الواد إناوي كان عاوز أبو سريع ليه؟ ويا ترى ايه حكاية الصندوق؟ البضاعة ده هيطلع الساعة كام؟ الساعة 6 بالظبط، يعني فاضل 5 دقايق. يا دوبك نشرب القهوة. قولي لابو سريع يشحن الصندوق ده حالا، القطر فاضل له 5 دقايق ويقوم. وانت سلامتك رايحة فين؟ رايحة اجيب الجردل من عند هنا. هو مرسول وزقزوق يعلقوكي؟ يا سلام. مجنون ها؟ شوحاني! المرة دي مش هتنفني من ايدي! الفرد يلعب في عيبي، الواد إناوي حالته ما تصرش، ما تقول عنده واش. أنا برضو ما عجبنيش ساعة ما قال لي خد اشحن صندوق هنومة. صندوق هنومة؟ يلا يا أبو سريع الصندوق أهو. بس أقوملك القطر هلا بيقوم. هنومة فين؟ بتدور على الجردل بتاعها. رايح فين؟ نبقى يا بنتي انت هيري هنومة اوامك. قولولي بقى هو انا ايه؟ مفهوم؟ نبقى روحي نبقى تعالي.
السلام على الخطر وحداني عنومة. خلاص ابو سريع يعني بيهمك قوي. خليك حيد امار. طب ما تنورني. سيبني سيبني اشتغل. بيصيروا يقع. ده دم من صندوق ابو سريع. مين اللي عمل كده؟ مش ناوي؟ ناوي؟ اتصبرها يا صاحب حالك. طيب حاضر. اهو بسرعه اهو. سيب الواد بلا شفتنا. عاوز تلبس التهمه. كلنا عارفين انك انت اللي حاطط حلاوته في الصندوق. ايوه ابو سريع. ابو سريع؟ مين انت؟ مين انت بتكلم؟ اجمع القوه وسيب الدور دلوقتي. حاضر يا فندم. منصور دلوقتي. اوعى. يلا يا اخوي يلا يلا. اطلع. دوختني على جردل من الصبح. وديته فين؟ تعالى هاتهولي. يلا القطر لازم نروح. يلا بقى. هنوم هتروح هنا نوم يا فندم. مش وقت البنت هتتقتل. بلاش حركات يا اخي. انا قلبك عليه هاوي. يلا تفهمونا بقى. بس بس حصلين يا فندم. احمد بولي احمد بولي احمد بولي. حضرة الظابط الواد قناوي اتجنن. عقله راح. ضرب البت حلاوتهم بالسكينه. سمعتوا كلام انا مش قلت لكم؟ قناوي مين؟ الواد بتاع الجرايد؟ ايوه هو. ايوه مسكين يا ناس. عقله اتلحس. اطلبوا له مستشفى المجازين. ده مسكين خالص. ده انا واخد البت عنه وراح المنوره. المنوره يلا المنوره يلا يا رب. الحقوه يا رجاله قبل ما يخلص عليه. لو عيط البت عنه لو عيط البت عنه. أعوذ بالله. أيوة كده الدنيا طرت شوية. مالك؟ أنت ما سافرتيش ليه؟
وهسافر اروح فين؟ طب بكره بقى نرجع لبلدنا. واحنا بكره هنتجوز. ونبعد عن الزيطه دي كلها. عارف محطة هتوحشني قوي، لكن احسن. فرحانة يا هنومة؟ قوي انا. عقبالك انت كمان اما تلاقي بنت الحلال اللي تريح قلبك. عارف انا لميت كل العزايم فضل الجردل. ابو سريع قال لي انه راح في البيت. ابو سريع قتل حلاوتهم. ايه بتقول ايه انت؟ وعايز يهف القرشين اللي حوشتيهم. انت قاعد اتجننت. لكن انا مش هخليه يقرب لك. ايه ده بيحبني، ده هيتجوزني. لا ده اقتله احسن، يقتلك انت. فأكيد انت بتغير عليا يا قناوي. ها ها ابتعدوا عن منطقة المناورة. مجرم يحمل سكين. على جميع رجال الأمن في المنطقة الاتجاه إلى منطقة المناورة. على جميع رجال الأمن في المنطقة الاتجاه إلى مكان المناورة. اسمعوني، حضروني من ناحية تانية. هنومة 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 هنومة. أبو سريع، أبو سريع. سيبه عم تقولي روح له، انا فهمت اتصرف معاه ازاي. روح له. قناوي قناوي يا ابني رد عليا، ده انا ابوك مدبولي. انت زعلان ليه؟ ده انا حجوزك هنومه والمهر جايبولك معايا في جيبي اهو، هكتب لك عليها الليلة. بس اوعى يا ابني من سكة القطر. قناوي قناوي يا ابني، الليلة دخلتك على هنومة وانا بنفسي هكون من الشهود. هعمل لك فرح كبير قوي، فرحك يا قناوي فرحك. ما انتش مصدق؟ قناوي سيبها يا حبيبي، خليها نايمة مستريحة. قوم انت معايا، قوم قوم البس جلابية الفرح. فرحك يا قناوي فرحك، ده انا هعمله لك احسن فرح. انا
صوت المزيكا والنور والزفة. قوم يا عريس، قوم طوعني، ده أنا بحب لكش إلا الخير يا ابني. يا دخل إيديك والكمام دول. يا ابني يا عريس. لا! لا!